سلام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم كامله مزيان. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم اللي غادي نهضروا فيه على اللغه الالمانيه. اول حاجه غادي نبدا لكم بها هي الفيدباك ديالي او لا ليكسبيريونس ديالي، كيفاش انا حتى بديت كنقرا اللغه. انا بالنسبه لي المانيا كانت هدف من مده طويله، وفاش فكرت انه صافي وخديت القرار ديال انه غادي نجي، اول حاجه كان ضروري انه نبدا بها هو تمشي المدرسه اللي غادي تبدا تقرا فيها لا لونغ. انا بديت القرايه في 2019 بالضبط في سبتمبر، وقريت من سبتمبر حتى فبراير 2020. من 2020 جات كورونا، من بعد ما تسد كل شيء دونك ما بقاتش قرايه صافي، قلت الالمانيه مشات. وافيكتيفمون في ديك الوقيته اللي كان الحجر الصحي كان يعني البروف اللي كنت كنقرا عنده كان كيدير معنا دي سيونس اونلاين، ولكن مازال عقله كان دارها معنا غير في الايام الاولى ديال الكونفينمون، ومن بعد ما كملناش. وفي ديك الوقيته ما بقيتش بساتا درس بالألمانية. ملي بدات كترجع الحياه العاديه في الاخر ديال 2020 وبدايه ديال 2021، بديت عاوتاني كنفكر انه ما خصنيش صافي داكشي اللي قريت نضيعه، وكنت مازال ما دوز لا مسيحه لا حتى شي حاجه. ومشيت رجعت عاوتاني كنقرا لا لونغ، ولكن مره في سونتر واحد اخر، وكملت المده تقريبا اللي قريت اللغه الالمانيه في المغرب هي 8 شهور حتى وصلت للنيفو B1. هنا كنهضر على لي سونتر بجوج، يعني مني جمعت المده اللي قريت في لي سونتر بجوج هي تقريبا 8 شهور وصلت فيها لو نيفو B1. فاش جيت لالمانيا كان ضروري انه خاصني ندير كورس، ودرت واحد الكورس اللي هو اونلاين، ولكن هذاك الكورس ما كنحسش به انه زادني شي حاجه. واخا كانت المعلمه اللي كانت يعني كتقري كانت هي المانيه، وكانوا معايا بزاف يعني ديال المصريين، كانوا لي ستوديون كانوا مصر، كان العراق، كانوا العرب، وكانوا من غير العرب كانوا الهنغاريين والبولونيا يمكن. المهم كانوا بزاف ديال لي زاوسلندا، وكانت هي كتحاول انه تبسط ما امكن. وانا كنت ما عرفتش، ولكن كنت كنشوف بلي داكشي يعني ما فادنيش بزاف، حيت هذاكشي تقريبا كامل كنت شفته في المغرب. المهم هذاك الكورس ما حسيتش به، يعني عطاني واحد لابال واجوتي اولا زادني شي حاجه في لا لونغ ديالي، حيت بحال قلتو درت غير واحد الفيدا مونغ اولا غير عاودت داكشي اللي ديجا انايا قريتو في المغرب. هذا من جهه. من جهه ثانيه، انا فاش جيت لالمانيا جيت بلو نيفو B1، يعني بهذاك البي 1 كنت تقريبا كنفهم واحد 80% ديال داكشي اللي كيتقال ليا، وكنقدر حتى انه نغياجي مع الناس. ومازال كنعقل فاش كنت يلاه جيت كنت مشيت لابونك حليت يعني كونت ديالي بوحديتي، كنت كنقدر نمشي في لاترا في لو بوس، ما كاين حتى شي مشكل، يعني تقدر تقرا في الشارع، تعرف شنو هما لي ستاسيون، فهمتو؟ يعني هذاك لو نيفو كان يعني عاونني انه يعني ما نطيحش في مشكل، اولا انه ما تعرفش كاع اولا ما تفهمش كاع بالعكس. ولكن البي 1 كيبقى بالنسبه لينا حنا راه شي حاجه اللي هي مزيانه، واخا هو في المانيا كيتحسب بحال غير البازيك، يعني ماشي هو لو نيفو توب ولا البارفي، ولكن البازيك اساوار. هادشي ما كيعنيش انه ما كنتش كندير اخطاء اولا كانت اللغه ديالي بارفي، ما كانش بارفي لحد هاد النهار. مازال يعني كل نهار كتسمع كلمه جديده، ولا كتعرف بلي راك درتي ديفوت اولا اولا اولا. يعني لا لونغ ما عندهاش ليميت، ما عندهاش حد، ما حدك انت مازال عايش في هاد البلاد وانت كتعلم. دابا غادي نبقى نهضر على الناس اللي يلاه تيبغيو انهم يتعلموا اللغه، كلكو سوا اللي كاينين في المغرب اولا حتى اللي كاينين هنايا. دي دويتش براخه ولا اللغه الالمانيه هي وحده من اصعب اللغات اللي كاينين في العالم، ولكن ماشي مستحيل. انا بغيت نقول لكم بلي اللغه الالمانيه فيها خمسه ديال النيفو A1 A2 B1 B2 و C1. فنيفو A1 يلاه واحد شويه يعني كتبدا تفهم لي شيفر الكلمات، شي شويه ديال الافعال، تقدر تكتب شي حاجه بسيطه، يعني بحال قلتو غير الريحه ديال الالمانيه. في لو نيفو A2 الناس اللي كيبداو يقراو الالمانيه، النيفو A2 بالنسبه ليا انا هو اصعب نيفو. علاش؟ حيت كيبدا يدخل فيه الجراماتيك، وفي الاول فاش كتكون يلاه كتبدا تقرا الالمانيه كيكون عاجبك الحال، وكيكون كيبان لك داكشي يعني ماشي صعيب بزاف، وكتفرح انك بديتي شي شويه كتعرف. في A2 بحال داكشي كامل كيتقلب. دونك بالنسبه ليا انا اللب ديال اللغه الالمانيه اولا الفيل الواحد يقدر انه يشد اللغه الالمانيه مزيان والجراماتيك ديال اللغه الالمانيه مزيان هو A2. دونك الدروس ديال الجراماتيك ديال A2 حاولوا انكم تعاودوهم وتعاودوهم وتعاودوهم وتعاودوهم، حيت هما اللي كيبقاو في لي نيفو الجايين كاملين. من بعد كيجي لو نيفو B1 اللي بيان سور خصك تكون فيه قادر على انه تهضر، وعلى قادر انه تكتب واحد البغيف اولا واحد الرساله اللي هي مزيان يعني ما يكونوش فيها اخطاء، واللي خاصك حتى في السمع اولا في الهارن يعني
تكون كتقدر تميز شنو داكشي اللي كيتقال، وحتى في لازم تكون عندك واحد الفوكابولير او واحد المجموعه ديال الكلمات اللي يعني يكون عندك واحد الفوكابولير اللي مزيان. البيتس فاي و تاينز كيتحسبوا على انهم هما يعني لنيفو اللي شي شويه يعني الناس اللي كينجحوا فيهم او اللي كيوصلوا ليهم راهم يعني اللغه ديالهم مزيانه يعني ما فيهاش مشكل، يعني كيوصلوا لواحد لو نيفو اللي هو يا مزيان في اللغه الالمانيه هو النيفو الرابع والخامس. من بعد فاش تمشيو تسولوا على المدارس او شنو هما المدارس اللي بغيتوا تقراو فيهم، ضروري انكم تسولوا الناس اللي هما يقراو في هذيك المدرسه او الناس اللي هما ديجا جاوا لهنايا. يعني ما تسولوش ما تعتمدوش على شنو غادي يقول لكم هذاك مول المدرسه او لا سيكريتير، ولا حيت بعض المرات كيبقاو يعطيو اوهام اللي هي اصلا ما كايناش لهذاك الطالب او لا فهمتوا، كيشوفوكم بحال انتوما غير واحد المدخول او لا انه انت غادي تدخل ليه فلوس، ولكن انتوما ما تمشيوش في هذا الشق هذا. واي واحد غادي يبدا معكم الهضره من الاول ديال انا غادي نديك انا غادي نفعل ليك انا هادي انا هادي انا هادي، هذاك الشيء ما كاينش. يعني لا فلي كونطرا وداك الشيء كلشي تقدروا انه تجيبوه لراسكم من بعد، ولكن اهم نقطه انه تركزوا عليها في الاول هو اللغه ولا اقل ولا اكثر. نهضروا على الثمن. الثمن في المغرب لوكيسه، المهم لوكيسه اللي قريت فيها انا السونتر الاول كنت قريت ب 1100 درهم والسونتر الثاني كنت قريت ب 800 درهم. الان حاليا وعلى ما كنسمع انه الاثمنه يعني تزادت وكاينين دي سونتر الله يهديهم اللي ولاو كيوصلوا الثمن حتى ل 1500 درهم، وكاين شي وحدين حتى ل 2000، وهذوك ما فهمتش اصلا زعما شنو واش من كونسيبت هما خدامين فيه، حيت بالنسبه ليا انا بزاف. المهم نتوما في الاخير غادي نشوفوا شكون هو السونتر اللي غادي يناسبكم من ناحيه الثمن ومن ناحيه السمعه ديالو ولا من ناحيه المصداقيه اللي هو عاطي مثلا هذوك الطلبه اللي كيقراو فيه وتسجلوا فيه. ونبغي نقول لكم بلي انا ما كنشجعش بزاف على القرايه في الدار خصوصا في البدايه. علاش؟ مزيان انه تقرا في الدار ولكن تعاون راسك بها ولكن تاخذها كوم باز لا. علاش؟ حيت القرايه اون غروب او لا انه يكون معك استاذ كتساعد بزاف، خصوصا في الشبريشن فاش كتبدا تهضر مع واحد اخر اللي حتى هو يلاه كيتعلم وانت كدير فوت والاخر كيدير فوت، كيكون واحد الجو زوين ديال كلشي جاي كيتعلم واحد اللغه اللي هي يا جديده. وحتى مثلا في شخايبن الا كتبتي شي حاجه اللي هي يا غلطه ولا شي حاجه كيصحح لك استاذ، وكيكونوا دائما سمارين وفهمتوا كيكون دائما. بعدا انا مازال كنعقل فاش كنت يلاه بديت كنقرا لا لونغ، هذاك الجروب اللي كنت معاه مازال كنعقل عليهم واحد واحد، كنا كنموتيفيو بعضياتنا وكنا وانت خدمتي هاد الهاوس اوف كاب انت ما خدمتيش ولا هادي ماشي هكا وهادي هكا، وكنا في الطريق كنت مازال كنعقل كنا كنمشيو مع البنات وكنبقاو نهضروا في ديك الحاجه اللي دار الاستاذ. فهمتوا هادشي زوين وكيعاون حتى باش انه تطوروا من لا لونغ ديالكم، وكتكون واحد المنافسه اللي هي زوينه. باغ كونطخ الدار كاينين الناس اللي كيقدروا انهم يقراو في الدار، وكاينين الناس اللي يعني فهمتوا ما كتكونش واحد الموتيفاسيون وكيكون شي شويه ديال العجز. دونك من الاحسن في الاول انه ضروري 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 انكم تمشيو للسونتر حيت فريمون غادي يعاونكم. كيفاش تبدا تقرا اللغه؟ عيش مع اللغه وحلم بالالمانيا وعيش مع هذيك الالمانيا اللي انت كتقرا، يعني ما تخليوهاش محصوره غير في هذيك لازون ديال المدرسه او الالمانيه هي في داكشي اللي كاين في الكتب. لا حضرها معاك في الحياه اليوميه ديالك، وحاول اي حاجه شفتيها قدامك تقول هذه شنو سميتها بالالمانيه، مثلا تشرجم فينستا ما عرفتش شنو داكشي اللي محطوط قدامك في الفطور شنو هذه شنو هذه. يعني حاولوا انكم تدخلوا الالمانيه لحياتكم. ومن بين الحوايج اللي انا كانوا عاونوني في ديك الوقيته فاش بديت لا لونغ هو انه كنت كنتفرج في الافلام ديال الدراري الصغار او الرسوم ديال الدراري الصغار. كاين اللي كيقول الافلام والاغاني، الاغاني شخصيا ما كنصحش بهم. علاش؟ حيت اللغه اللي كاينه في الاغاني اصلا الالمانيه كتجيني انا ماشي اللغه ديال الاغاني، ما فهمتش انا علاش كيغنيو بها حيت ما عندها حتى شي معنى، وكانوا كيكون فهمتو كيغنيو بواحد الزربه واحد الاغاني بدل كنت كنسمع ليهم ما يقدروش انهم يعاونوك اصلا حتى تكونسونطرا باش تسمعهم. دونك ايفيتيو الاغاني وسيروا الافلام ديال الوليدات الصغار او الرسوم ديال الوليدات الصغار حيت كتكون فيهم لغه مبسطه. هادو غادي غير يعاونوكم انكم تفهموا واحد شويه وانكم تطوروا من اللغه الالمانيه ديالكم، ولكن هذيك اللغه اللي كتكون في هذوك الافلام ما عندها حتى شي علاقه لا بالواقع او لا باللغه الاكاديميه. بحال الناس اللي هما جايين باش يقراو في الجامعه ماشي هذيك اللغه مثلا اللي غادي تحتاجوا، كتحتاجوا واحد النيفو اللي هو يكبر، ولكن كبدايه تقدروا تبداو بهذاك النيفو. حاجه اللي هي مهمه هو اليوتيوب. اليوتيوب فيه بزاف ديال القنوات اللي كيعطيو اولا اللي كيحطوا دي فيديو
على اللغه الالمانيه، وكاينين دي ديسكوسيون اللي هما يا باللغه الالمانيه مثلا في بزاف ديال المواقف عند الطبيب، في المدرسه، في القطار. حاولوا انكم تسمعوا دائما لهذوك القنوات وتشوفوا كيفاش كيكون السؤال والجواب. هادشي غادي ينفعكم بزاف حتى في الشبريشن، انه تحسنوا من اللغه ديالكم في الشبريشن. وكاينين الناس اللي انا كنت متبعه معاهم يعني حتى في المغرب، انهم كيشرحوا اللغه الالمانيه بيناتهم. واحد كان شنو كان سميتو، كان سميتو شحاته يمكن، كان في الكويت، وكان ضياء بن عبد الله. يعني هذوك الدروس ديال الغراماتيك اللي كيكونوا صعابين او لاي درس شفتوه صعيب، حاولوا ترجعوا اليوتيوب وتشوفوا هذوك الدروس مره اخرى وتخدموا البونغن، ومن بعد راه كلشي كيتقاد وكلشي كيسهل. من بين الحوايج حتى هما اللي كيعاونوا هو انه مثلا ترجعوا التليفون ديالكم باللغه الالمانيه، وهذه راها معروفه، دونك تتعرفوا شي واحد الفوكابيلا واحد اخر، وكتعرفوا كيفاش كتبحث الكاميرا، كيفاش كتكتب مثلا باللغه الالمانيه ماشي هي كيفاش كتكتب بالفرنسي. دونك تتعود انك تشوف الكلمات مكتوبين باللغه الالمانيه اوتوماتيكمون تيدخلوا للدماغ ديالك. بالنسبه لهذوك لي نوتيتس اللي هما يا صغار، ورقات صغار اللي تقدروا تكتبوا فيهم مثلا الكلمات اللي هما جداد، وبالخصوص هذوك الكلمات اللي كيكونوا طوال واللي حنا في الاول كيبقاو يبانوا لينا شي حاجه اللي هي اكسترا اوردينير ولا صعيب اصلا انه تقراها ولا تفهمها. دونك تعرفوا شنو هو الشرح ديالهم وتخليوهم مثلا عندكم في لا شومب، وتحاولوا مره انهم تقراو حتى كتحفظ هذيك الكلمه. بالنسبه للهارن او للموديول ديال السمع، هذا كنصحكم انه تمشيو اليوتيوب. كاين في اليوتيوب الهارن ديال كل نيفو، يعني الا كنتي في النيفو ا1 تبقى تسمع للنيفو ا1 ديما، خليه عندك اسمع يعني بكثره، وحاول انه تحل. وكيكون حتى الحل يعني ديال هذوك كيكون لونزونغ ديال هذوك التمارين اللي كيكونوا في اليوتيوب. الا كنتي في النيفو بي1 عاوتاني كاين الهارن اللي هو خاص للبي1، وكيكون بعض المرات هذاك الشيء بالترجمه. دونك هادو هما اللي غادي ينفعوكم بزاف. حاجه واحده اخرى بغيت نقولها هي انه اللغه كتحفظ، ماشي كلشي كيتعتمد على الفهم. يعني ما تحاولوش كومبليكيو لي شوز، ما تحاولوش انه تعقدوا الامور تبغيو تفهموا كلشي ولا، ولكن حاولوا انه تحفظوا يعني لو ماكسيموم، حفظوا الفوكابولير، حفظوا الحوايج اللي الكلمات اللي هما جداد، الكلمات اللي كتستعملوا. هادشي كل ما حفظتيه وكل ما استعملتيه يعني اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، من بعد ما كيبقاش عندك فيه مشكل. ولكن الا بقيتي كتقلب على انه تفهم، راه ما غاديش تفهم، ولا غادي تفهم بواحد النسبه اللي هي قليله، وماشي كلشي كيف ما قلت لكم كيتفهم. واحد الحاجه كنت كنديرها فاش يلاه بديت كنتعلم اللغه الالمانيه، هي انه كنت كنهضر مع المرايا ملي كنكون في الدار. ملي كنا كنكونوا في السونتر اوكي كنا كنهضروا مع بعضياتنا في شبريشن ايتو، ولكن في الدار كنت كنهضر مع المرايا، كتعاون بالنسبه للناس مثلا اللي ما عندهمش مع من يهضروا. دونك تهضروا مع راسكم، زوين بزاف انه تهضر مع راسك وتسمع راسك وتسمع داك اللفظ كيفاش انت كتخرجوا، مره كتخرجها صحيحه مره ماشي غالطه. هذه واحد النقطه اللي فريمون كتعاون بزاف، وكتحس يعني ما حدك انت كتزيد في اللغه، وانت كتحس اكثر بواحد لا كونفيونس اون سوا. هذه من جهه. من جهه اخرى، الناس اللي كيقراو مثلا في السونتر ولا حتى اللي ماشي في السونتر، كاين واحد النوع ديال الناس اللي هو كيكون عارف مثلا الفكره اولا فاهم شنو تقال، ولكن ما كيقدرش انه يعبر بدافع الحشمه، اولا كيخاف الناس مثلا يضحكوا عليه هذوك اللي معاه ولا اللي كيقراو معاه، ولا كيقول نص ديال الكلمه وكيسرط النص الاخر، واخا هو راه عارفها صحيحه وعارفها كيفاش غادي تتقال بزاف الحوايج، ولكن بداك الدافع ديال الخوف اولا ديال الحشمه ولا ديال خايف ديك لا برونسياسيون ما تكونش صحيحه. هذا بالنسبه ليا انا خطا. علاش؟ خاصكم تثقوا في راسكم. انت معروف انه هذيك اللغه ما تزاديتيش كتهضر بها، يعني هي واحد الفخامت بخاخه، وحاجه طبيعيه انه تغلط فيها. دونك واخا تخطا، غتخطئ المره الاولى الثانيه الثالثه، من بعد غادي تقولها صحيحه. يعني ما تحطوش قدامكم هاد العوائق ديال انه انا ما نضش نهضر. باغ اكزومبل انا مازال كنعقل فاش كنت كنقرا كانوا الناس ما كيبغيوش ينوضوا مثلا للشبريشن. علاش؟ باش ما يهضرش، باش ما يضحكوش عليه، ولا باش ما يقولوش عليه، اولا باش ما ومع العلم انه كيكون عنده مثلا ما يقول في اللغه وانه فاهم، غير باش انه وحدين اخرين ما يقولوش. وهذه نقطه اللي غلطه 100%. نوض وهضر وقولها غلطه، ومن بعد عاوتاني نوض وهضر وقولها غلطه، ومن بعد غادي تقولها صحيحه. حيت لما درتيش اخطاء وسمعتيهم انت وعرفتيها راه غلط، ما عمرك ما غادي تتعلم. حتى هنا فاش تكون كاس الناس اللي مثلا كاينين هنايا في المانيا ولا اللي ديجا جاو، حاولوا انكم تهضروا. يعني كاينين الناس اللي كيكونوا مثلا غير كيجيو صافي كيبداو يتلاقاو مع العرب، كيتلاقاو مع المغاربه مثلا اولا شي حاجه بحال هكا، صافي كيبقاو بيناتهم
دائما نفس لو نيفو. لا انت جاي الا انه تطور من راسك وانه تطور لا لونغ ديالك. دونك ديما تكون ديك لينيسياتيف ديال نتعلم الحاجه الجديده، واخا نقولها غلطه من بعد غادي نقولها صحيحه. الناس اللي كيجيو مثلا هنا او اللي عاد غادي يجيو، نبغي نقول لكم باللي الالمان هما يا ناس اللي هما يا عاديين، وانت فاش كتجي انه غادي تهضر معاهم فهما اصلا كيكونوا عارفين باللي نتايا هذيك اللغه ماشي لغتك، دونك كيكونوا عارفين لو نيفو ديالك. يعني ما تحملوش راسكم واحد الطاقه ديال انه انت خاصك تكون واعر، ما خاصكش تكون واعر، خاصك تكون كيف ما نتايا وهضر بداك الشيء اللي تعلمتيه. يعني هما عارفين هذيك لا لونغ راها ماشي الاصليه ديالك وانت داير فيها مجهود وداكشي، يعني راه واخا ديروا اخطاء ماشي حرام ماشي عيب، عادي. خذوا الامور ببساطه وما تعقدوهاش على راسكم، الا في حاله وحده الا كنتو كتقراو في اليونيفرسيتي ولا في الجامعه كنتو متاكدين بلي البروف ما غاديش يحبس مثلا الكور ديالو باش يشرح لك اللغه الالمانيه، لا هذيك مشكلتك. يعني خاصك تكون بالنسبه للجامعه اللغه الالمانيه ديالها لغه اكاديميه، يعني خاصك تكون فريمون وصلتي لواحد النيفو ديال الالمانيه اللي هما كيشرطوه عليك في الاول ديجا قبل ما تقبل، وبزاف ديال لي بروسيدور عاد انه كتقدر تدخل الجامعه. دونك تما نسى انه غادي تقرا اللغه الالمانيه، ولكن انت غادي تقرا داك الدومين اللي نتايا فيه باللغه الالمانيه. يعني خاصك داكشي تفهمو راسك وتشرحو راسك. هنا ما كنهضرش على الناس اللي كيقراو بالانجليزيه، ولكن كنهضر على الناس اللي خدو تخصصات باللغه الالمانيه. بالنسبه للناس اللي يلاه غادي يجيو اولا اللي ديجا كاينين هنايا في المانيا واللي كيجيو تجمع عائلي وكيجيو بالاينس، وفي هاد فهاد النقطه هذه بغيت نهضر اكثر مع البنات. علاش؟ حيت البنات فاش كيجيو بلو نيفو اينس وكيجيو هنا صافي كتجي زواج وصافي كتاخذ راحتها وكتبقى مقابله غير الدار والدراري، وكاين اللي كتجي يعني في بيت كدير الدراري وداكشي وصافي ما كتنسى لا لونغ. من بعد كتلقى الوقت باللي طار ودارت هذيك 3 سنين، ويعني سالات هذيك الاقامه الاولى اللي عطاوها ديال 3 سنين وخاصها دوز البي اينس، وهنايا كتكون هي ديجا يعني نسات هذيك نشد الورقه ونقرا ونشد الورقه ونحفظ ونشد، فهمتوا؟ ملي كتبعد على القرايه كيولي صعيب انه اصلا فهمتوا ترجع ليها. وعاد الا كانوا عندك دي ريسبونسابيلتي وحدين اخرين ما كتكونش يعني بالساهل انه ترجع. وهنايا في المانيا باش تلقى كورس ديال الالمانيه حتى هي ما ساهلش، وهنايا راكم عارفين كتقرى يعني غلا من المغرب، كاين بزاف ديال الحوايج. دونك فاش يلاه تجيب حاولوا انكم تكملوا على الاقل هذاك النيفو بي اينس في عامكم الاول، ما تخليوش تدوز عليه المده. ثانيا ما تامنوش انه صافي غير انا هنايا راه كلشي هو هذاك، لا ما حدك انت هنايا وما عندكش لا لونغ ديال هاد البلاد راه حتى شي حاجه ما هي هذيك، خاصك تكملي هذيك لا لونغ. وهاد الهضره هذه علاش قلتها؟ قلتها بناء على بزاف المشاكل اللي كنقراهم يوميا واللي كاينين يعني با فيسبوك، اللي كتوصل مثلا للطلاق اولا كتوصل للنقطه ديال انه خاصها تدوز هذاك الامتحان وما بقاش عندها الموعد، فهمتوا؟ هنا الحياه شي شويه ماشي شويه بزاف، يعني كاين ستريس وكاين الضغط والوراق الوراق الوراق، الحياه هنا مبنيه على الوراق. يعني ضروري ضروري انه مني يلاه تجيو ما تنساوش اللغه وقراو اللغه، حيت اي مشكل يقدر يطرى او اي نقطه مثلا واحد النهار تقدري تقدر مشكل يعني ما بين جوج ديال الناس، ابسط حاجه هو انه ما غاديش تقدري تهضري على راسك اولا فهمتوا، ما تقدريش تهضري على راسك وخاصك ديما واحد الشخص ثالث، وهداك الشخص الثالث ما عمره ما كيقول هداك الشيء اللي انتيا يا باقاه. يعني انا بالنسبه ليا نعرف انا نهضر ونعبر على احاسيسي ونعبر على شنو هما المشاكل اللي عندي ولا لي بوين مثلا اللي ضاريني أو, او 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 على انه نستند على واحد اخر ونقول ليه ترجم ليا ونبقى انا كنشوف فيه وما عارفاش واش قال داك الشيء اللي انا بغيت ولا ما بغيتش. كاين عاوتاني انه يقدروا يجيوك تبغي في الدار اولا هذوك البراوات اللي المانيا كتضل تصيفط فيهم، دونك ما لا يعقل انه انت اللي غتجيك واحد البريف وتحليها ولا صفقه هي فيها شيئا، ما يمكنش. يعني خاص على الاقل كنقولش لكم تعرفوا كل شيء، ولكن تعرفوا واحد الكونتكست، تعرفوا شنو هي لا سورس واحد الحاجه هذه علاش طايره. الحياه في المانيا دايره بحال هكا، ما خاصكش تكوني لا يعني لا تهتمين، ما عرفتش كيفاش نشرح لكم الفكره. زائد كاينه واحد البوان واحد اخرى ديال الناس اللي كيجيو هنا وكتبقى تبان لهم المانيا صعيبه وكيحبسوا، كيقول لك صافي حيت هاد الناس ولا عرفتهم وشفتهم وتلاقيت بهم، وبزاف كيقول لك صافي يعني ما بغيتش نزيد نكمل، وكيطيحوا في داك الديبرسيون ديال انه انا ما عرفتش وكديموتيفا وما كيعرفوش انهم يكملوا. نبغي نقول لكم باللي كاينين الناس اللي هما يكتس منكم
قرا اللغه يعني شنو غادي يكون احسن من هذوك الناس اللي هما يا ديجا قراوها ولا خداو مثلا بي اينس ولا خداو البيتس فاي؟ حتى شي حد ما احسن من حد. كيفرق السؤال واحد هو واش هاد الواحد عنده الاراده ديال انه يتعلم هاد اللغه اولا ما عندوش. بالنسبه للناس اللي مازالين كاينين في المغرب وعندنا منين يجيو، نقول لكم استغلوا الوقت اللي نتوما مازالين تماك، وحاولوا انه تعطيو وقتكم كامل اللغه، وحاولوا انه يعني اي حرف اي حاجه تعلمتوها تما كونوا متاكدين غادي تنفعكم هنايا. ملي كتجي هنايا كلكو سوا جيتي طالب او لا جيتي زواج او لا جيتي باش تخدم او لا جيتي اوس بيلدونغ، تيوليو كاينين ضغوطات ديال حياه وحدين اخرين، كيوليو مسؤوليات وحدين اخرين، كتولي اللغه حتى الا بغيتي لها الوقت خاصك فهمتوا، حتى الا بغيتي تقراها خاصك ليها الوقت. دونك حاولوا تستغلوا ديك الوقيته اللي نتوما كتكونوا مازالين في المغرب، مازال كاين الوقت، حيت هنا الحياه شي شويه كتختلف على تماك. وحاولوا تجمعوا يعني لو ماكسيموم ديال الفوكابولير. اخر حاجه بغيت نقول لكم هي واحد المقوله ديال من تعلم اللغه قوم سلم شرهم، يعني الا كنتي كتعرف اللغه ديال واحد البلاد او ديال واحد المكان راه انت كتنقص عليك او لا كتتجنب بزاف ديال المخاطر، وهذا الشيء هذا واضح وباين يعني على حساب تجارب ديال بزاف ديال الناس. كاينين الناس اللي طاحوا في مشاكل وما عرفوش انهم يدافعوا على راسهم، كاينين الناس اللي مضاو او لسناو على عقود اللي ما عارفينش العواقب ديالها، وهذا الشيء كامل كيرجع للجانب ديال انهم ما كيكونوش فاهمين شنو مكتوب او شنو تقال لهم. هاد البلاد ما كيعترفوش او ما كيامنوش بشي لغه واحده اخرى الا اللغه الالمانيه. يعني لونغلي اوكي تقدر تسلكك في بزاف ديال المواقف او لا يعني تخدم بها كاع، ولكن كيقدسوا اللغه ديالهم. والا عرف لا عرفوا يعني الالمان انه ما تتهضرش ماشي كلشي، ولكن كاين واحد النوع يعني الا لقاو كيفاش يعفطوا عليك بما انه انت ما كتهضرش يعني لا لونغ ديالهم او ما كتعرفش لا لونغ ديالهم فغادي يعفطوا عليك. فالسلاح او الحاجه الوحيده اللي خاصك تضبطها هي اللغه الالمانيه، حيت هي اللي غادي تنفعكم هنايا. انا حسن لهنا كنكون ساليت لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم ونتمنى انني نكون فدتكم شي حاجه، ولا كانوا عندكم اسئله ولا شي حاجه تقدروا تخليهم لي في الكومنتير.